أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفي قلبك. شكرا على الملاحظات، شكرا على النقد، شكرا على الكومنتارات، شكرا على النجاح. الحقيقة فرحانين برشا لأنه البرنامج هذا قاعد يحقق في نسب مشاهدة عالية جدا. نسب هذه ما جاتش بالسهل، ما جاتش من فراغ. ممكن تشوفوا فيه أنا مادد وجهي، ولكن في الحقيقة ثم فريق كامل متكامل، فريق كبير برشا، جنود خفاء وجنديات خفاء، زميلاتنا الصحفيات نحب نحييهم واحدة واحدة. تحية كبيرة برشا اليوم. نحب نحيي الفريق التقني، الكادرور الكل اللي هين بالفيديو بالصوت بالكليراج. نحب نحيي الجمهور اللي حاضر هنا، لانه في الحقيقه تو انا نتعامل مع ناس يتفرجوا فيا في التلفزه، فهمتني ولا لا؟ ولكن في الواجهه نشوف في وجوه نيره، فهمتني؟ وجوه نيره، خاصه اللي مقابلني بالضبط وجهه نير على الاخر وسعيد تحسه بالحياه ومبتهج على الاخر، عامل هكا، فهمتني؟ ان شاء الله الحلقه تتعدى على خير، وجهه نير ان شاء الله في قادم الحلقه نبدلوه من قدامي، فهمتني؟ لانه وضعي بربي. لا خاطر شوف، انا نتفرج راني في فرانس 2 وفي البرامج نتفرج بالكدا، راهو وقت اللي يدخل منشط وموا شاهي مره يرحم والديكم، تو احنا عائله واحده، شاهي مره انا نبدا داخل وحده 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 تعيط اي لاف يو جعفور برسميمتكم وحده. لا اسكت اسكت، ليه شاهي؟ بربي سامحوني الساده المشاهدين، هذه اخرجوا هنا تنجموا تبدلوا قناه اخرى تتفرجوا، هذه تو خاص جد. مره شاهي مره نبدا داخل وكذا، انا نبدا النشط، واحدة تقول اي لاف يو جافو، وتطيش روح علي وجبدوها السيكوريتي، فهمني ولا؟ يرحم والديكم مره كا ونعملوها، فهمني؟ تو شوفوا ان شاء الله. انطلقت الحلقة نتاع الليلة. جيست حبيت نذكر السادة المشاهدين لو كان يحبوا يحضروا بحثنا لهنا في البرنامج اللي اسمه صفي قلبك، اسمه على جسمه، معناتها إجا خويا نصفيو القلوب. راهي كل مشكلة عندها حل، ولكن الأساس الإنسان زاد يلزمو ديما يسعى للصلح والسماح. الله يبعد المشاكل على كل إنسان يتفرج فينا الليلة. العنوان هو الآتي في الحقيقة: حافظوا على ظهري قلب، وباش نعاوده لكم زاد توا عن ظهري قلب. جيست تعطيوني لحظات خاطر نقعد مع روحي شوية نخمم، فهمني ولا؟ باش ما نغلطش، باش ما نغلطش. العنوان هو العنوان هو لا لا، جيتيني طو وانا مبلع، لا طو تسكتي خاطر باش نسمع ودني شو تقول لي. انا بعدي جعفور مش وقته طو، خلينا نسمع العنوان، بعد ما نكمل نسمع العنوان قولي لي لاف يو جعفور وطيشي روحك حتى بتروزي بيتاش. شنو اذا العنوان هو 20 نهج 6812 الشرقية واحد، الشرقية واحد تونس ماست لاست. هاي ان شاء الله ربي سهل فيها هذه. اي لاف يو جعفور من هنا القادم الايام. نمرو التليفون اللي تنجموا تبعثوا لنا عليه 29 766 ألف، 29 766 ألف. وماذا بي حكاية اي لاف يو جعفور؟ راهي لبناتك هاو تو انت تقولي لاف يو جعفور، اي لاف يو جعفور اش مدخلني فيك انا؟ استغفر الله العظيم يا ربي، بتوكلوا على ربي. الليله باش نتبعوا زوز
أعزائي المشاهدين تويكا باش نمشيو الفتاة التونسية مواطنة كيفنا الكل فهمني ولا كانت قاعدة في الدار قالت علاش ما نكلمش برنامج صفي قلبك كيما تتفرج فيه أنت تو مثلا بانك على روحك تتفرج تو فهمني يا إما تاكل في القلوب التركية ولا تتعشى تو في اللحظة هذه ولا تشرب في كيس تي ولا متكي تحت كوفيرتا فما شكون يقول كوفيرتا هي كوفيرتا موضوع آخر هذا فهمني ولا دونك كي تتفرج فيه تو قالت نمشي للبرنامج السؤال مطروح علاش جايه المواطنه هذه جايه بالاساس باش تطلب السماح من بوها بالنسبه لي انا حدث كبير برشا حدث عظيم برشا 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 انه انسان يطلب السماح مهما كان الموضوع استقبله فداء تحيه كبيره برشا لها حسنا فداء حسنا مرحبا بك شبيك شبيك؟ توحشت بابا توحشت بوك؟ قداش عندك مريتوش بوك؟ برشا تقريبا قداش عندي ما حنقتوش معناها سنين سنين ما عنقتش بوك قداش؟ 5 سنين 6 سنين ما عنقتوش ما حسيتش معناها بروحي كما قبل كما انا قبل طيب في موضوع كبير طيب في موضوع كبير وموضوع كبير برشا به قبل ما نتعرفوا عليك الساعه نمشيو نشوفوا الفيتير الكليبتوماني هو مرض يخلي الانسان يسرق حاجه غيره مهما كانت قيمتها بسيطه او بعضها ويكون هو مش في حاجه لها ويتصنف المرض هذا كحاله نفسيه يصاب بها برشا ناس فداء واحدة منهم بنية طفولتها كانت عادية لكن من وقت المراهقة بدأت تحس برغبة جامحة إنها تسرق حاجة من الناس اللي دايرين بيها المرض هذا دخل فداء في برشا مشاكل خلى الناس اللي دايرين بيها يفقدوا فيها الثقة ومن وقتها حياتها تبدلت وخسرت خدمتها وعائلتها والقدر حابين ليلة ونهار في وضعية خايبة برشا لا وحد عليك عشك جيتيني بالوجه هذي اللي عم عليه محليه شبك محليه يا عشك شبك عشك برجولية ما غير ليونات خير رأي الشخصي هذي نورمال مو فهمتي تبارك الله عليه شه شه على بنيتي بسم الله ما شاء الله يا نفسي نفيسة اخرجي من الفينيسة يا نفسي نفيسة اخرجي من الفينيسة كانك من الرجال اخرجي من العبال كانك من الكسيه اخرجي من الحسين هذي هي المسائل مرحبا بيك حبينا نبدلوا شوي الموت خاطر انت دخلت هكا تعبه شوي به نبداو من الاول فداء وين سكنت؟ حمامات حمامات الولاده نابل امي من حمامات مكتوب ربي اي وبابا من قفصه يا بابا ما كان الولاده نابل نابل عايش في الحمامات طفله برك عند بابا وامي الفتاة الوحيده اي وقتها توا لا توا بابا انا جايين وانا جايين انت طفله اي الطفلة الوحيدة عند الوحيدة به عند بابا اها بابا صعب شوية قفصي بوك صعب شوية به رجل الجنوب معناها كاسحين هكا راجل اي نحب الراجل نحب الراجل البي بابا الكبير في خويته ديجا يعيطوا له سيدي مازلنا بالعقلية نتاع سيدي لينا حلق خويته شنو يعيطوا له؟ سيدي نحب القدر نحب الاحترام في بالكم اللي ثم رجال عمرهم 60 سنة و50 سنة ممكن تقولوا جعفر طوي يفلم ما يتكيفوش قدام بيتهم التو في بالكم اللي ثم رجال في العمر هذاك التو ما يحجمش لحيته قدام بوه ممكن تظهر للبعض هي مظاهر من مظاهر التخلف ولكن أنا أي مجال فيه احترام للوالدين حاجة تعمل 66 كيف شفت الأخوة يعيطوا لخوهم سيدي وأنا متأكد اللي يكونوا بوهم جدها هو اللي علمهم المنطق هذا إي ولا أنا غلط قفصة مبين به يعيطوا له سيدي بوك صعيب إيش معناتها صعيب يمنع حاجات من وجهة نظره متاعه هو إنها صحيحة مثلا أعطيني حاجات منعها مثلا
ما تقصش شعرك، ما تمشيش لحجامه، ما تعملش فيرني. لحظه، حاجات نتاع طفله خاطر قلت لك ربيني وليد. مش اختصاصي في البرنامج تعرف الوضعيه. فهمني ولا ما نجمش نفيدك. اي ما تعملش الفيرني. فوالا. وي وي بون. صغيرة 10 سنين 11 سنة 12 سنة ما زلت في الابتدائي. دونك هو كان بوك قاسي شوي. عبارة وليد معناتها مش طفلة معناتها عبارة عيط لي ولدي عيط لي فلوس عيط لي ما عيطليش حتى فلوسة مؤنث مذكر. طيب عيط لي فلوس. أي وأنا نعيط له حاجة أخرى زادة. إيش عيطي له؟ في العائلة هكا كنت كل واحد أمي نعيط لها حاجة وبابا نعيط له حاجة. أعطينا التسمية باش تفهموا واش الليلة نتكماسوا زادة نحن نسموا. أمي خنفوس خنفوستي. أي بيه. وبابا قطوس. وما نعيطلوش قطوس، نعيطلو سيد. سيد معناها بالقدر مش قطوس هكاكا. سيد قطوس. سيد تيسو. شيرخوم هذا ولا سيد تيسو؟ شو مدخل القطوس في تيسو؟ ما فهمتش شيء يعني. مو مصغر القطوس، تيسو اونتخ تون سيد. مصغر اعزائي المشاهدين. اي لا درجة في اللي حكيت لك. تيس معناها صغير. عاشكم خير من روح. اعزائي المشاهدين. القطوس هو الكبير ولكن مصغر قطوس هو ابارتي من الليله تيسو. اي مال والله العظيم انا البرنامج هذا مش دخلني في حياتي. تيسو امك خنفوس بوك تيسو انت فلوس. فلوس باهي. فلوس احكي لي حكايتك بالضبط. لاول مره نستدعاو فلوس في برنامج راهو عمرها ما صارت. ومش فلوس بوميان نوعيه غير لا لا فلوس عربي بنية ذاكرة. باش نعطيك معلومة، هو ربى راجل أما أنت كم أنت جميلة محلاها محلاها محلاها. هو كان خايف باباك فاهمة في بالك أنا باباك فاهمة كان خايف عليك تلمو يحبك كان قاسي لأنه يعرف مجتمع. هو مش خايف منك، خايف علي. هو خايف من المجتمع كيما أنا تقول مش خايف على بنتي نعرف شو ربيت أنا واحنا ولاد اصل وكذا وربي باش يقدر كان الخير واللي يعمل به يرقل به. اما هو خايف من المجتمع ساعات ترك تشوف حاجات في المجتمع تبهت به امشي. مع انه بابا كيما قلت لك كان شويه هكا صعيب بما انه كان مدللني برشا. صحيت ها والاجابه كانت حاجه نطلبها يقول لي عليها لا في نطاق المعقول بيان سور بيان سور. بابا نحب درا شنو حتى مثلا صباح يعاركني العشيه يقول لي يكلم امي يقول لها بنتك وين تقول له هاي هنا يقول لها بعثها في وسط البلاد نستنى فيها. يهبطني نتعشى انا وبابا البر راسي راسو يخرجني يحوس بيا يهزني ديما معناتها انا وياه معناها يقعد هو على روحه ونقعد انا معاه انا وبابا فرد طاوله يهبط لي انا شنو ناكل ويقعد ونغني ونحوس ونعملو من الكل ونروحوا للدار. ممتاز صاحب. اي ماني قلت لك معناها الصباح شويه هكا تصير حاجه العشيه مستحيل يخليني نرقد متغش متغش. بيه؟ بيه ما نقولكش سامحني تسمحش من فم ورا أي ما يرضيك بطريقة أخرى معناها كيما قلت. وأنا لا أدعو الآباء أنه بصراحة زادة تجي رزينة شوية البارون أنه يقول سامحني. سامحني أما كيما قلت لي كي يقولها بطريقة أخرى توصل في الوقت هذاك ما توصلش ما زلت صغيرة ما نعرفش تو معناها بعد اللي تعدى على راسي الكل وكي نبقى بيني وبين روحي ونحلل اللي صار في حياتي الكل تو 23 سنة تو نعرف اش معناها بومي نجم اللي عملوا بابا ذاك معايا اش معناها تو نعرف برشا حاجات. باهي الاج دو 13 14 وليت نهز البابا اش معناها؟ معناها دخل يدي في جيب بابا ونهز له 5000 10000 20000 30000 اللي نلقى قدامي نهز. كبرت وليت نقرا في الليسي ما عادش يساعدني انا المصروف نتاع 10000 ونتاع 5000 ونتاع وليت نهز. كليت ترايح كتفت بقى شهر رمضان كامل ما يكلمنيش ما عيطتش نكتب له نقول بابا سامحني نعرف لي هو مسامحني راه ما ذيك طريقة نتاع نبشي ربيني نعرف لي انا يمكن غالطه وقتها تمادات بيا الحاله قلت نخرج برا اللي نلقى قدامي نهزو مغرفه فرشيته انا ما نتكيفش ونطيز وما نشربش عادي نهز بريكيه ما عندي ما نعم به هذه البريكيه حتى انت تفتفر برجوليه أما اللي تحكي فيه أنت راهو توا أنت تتكيف عندك ما تعمل بها البريكي أنا شنو عندي نعمل بها؟ أنا ما نتكيفش ولا أدعو أي إنسان أنه يتكيف أنا ما نتكيفش زاد ما عندي ما نعمل بها البريكي
نمشي الريستوران مثلا باش نتعشى، نحط الفرشاة والسكينه والمغرفه في الساك ونخرج بعد ما نكمل نتعشى. نمشي لدار جيري، دار خالتي، دار حبيبي، دار حبيبي معناها جدي، دار عمتي، خالي. ما عادش مقلقني، كبرت 16-17 سنة، عيطولي المنتخب الوطني للتايكواندو. دخلت المنتخب الوطني للتايكواندو. بيه؟ خذيت الباك. بيه؟ نجحت في الباك. بيه؟ بعد ما دخلت ليكيب ناسيونال ونجحت في الباك، سبيت في كونكور مناظرة متاع وظيفة عمومية. بيه؟ تقبلت برمي لي بخوميي. بيه؟ دخلت نخدم. تسلسل أحداث جميل. بيه؟ أصغر موظفة في الإدارة ذيك. بيه؟ في وزارة كاملة مش في الإدارة ذيك. فجأة لعت نحب نمشي نترينا، لعت نحب نمشي نخدم، لعت نحب نقرأ، لعت نحب نشوف لأمي لبابا. أنتخو طون بابا أمي طلقوا. السبب شنو لحد الآن ما نعرفش. يمكن هو كان فما سبب إنه ما تجيبش صغار على أمي، معناها هاي جابتني أنا. يحبوا على وليد الكبير، كبير ربي، الكبير كمال يلزمه وليد. طلق، طلق عمت الباك متاعي. كانت لي صدمة وقتها، حاولت الانتحار 4 مرات. رقدت في السامي، رقدت في دي كلينيك، قعدت نداوي عند دي بسيكياتر، دخلت بعضي. أنت خطون كبرت معايا الحالة. ما لقيتش سوتيان، يمكن ما لقيتش وقتها مشاكل. شنو الحاله اللي كبرت بيك؟ نتاع الهزين، نتاع ما نحبش الدار، ما عادش حاملتها الدار، ما عادش حامله لا بابا لا امي لا حتى حد من العائله. نهز روحي نمشي القفصه بحذا عماتي. لا لحظه، الساده المشاهدين لهنا ورد بالكم تكابروا، ورد بالكم تفادلكوا بالامراض النفسيه. ورد بالكم تفادلكوا بالامراض النفسيه. راهو هز على هزة جيل برا تقديله على حياته البشر. راهو مش كل شيء رعواني. هيا هزوها للشيخ فلاني والشيخ الفلتاني والشيخ الفلتاني اللي باش يقرا القرآن يقراه على روحه. إنسان يتاجر بكلام ربي ياخذ فلوس باش يداويك بكلام ربي، نقراه أنا القرآن نداوي روحي. فهمتني؟ ما ثماش واسطة بين المولى والبشر. ما ثماش رعواني، ثم علم النفس. ثم الطب النفسي هو اللي يعالج فيه قواعد، وانا نعرف اش قاعد نحكي فيه قواعد. دونك انت كبرت بك الحاله بتاعت هز التفتف. وليت كليبتوماني باتم معنى الكلمه. منين كنت هكاك وليت كليبتوماني، تشخيص الطب ديرنييرمون لجنه طبيه، كليبتوماني بيبولير تيب 2، تروبل دومور و ديزيدي دو تونتاتيف سوسيدير. انت انا نعرف روحي شنو مرضي و ما تلقى حاجه تهز نمبورت كل شيء وما تعني لك حتى شيء وتهز نمبورت كل شيء نجم تلقى حطه بعدك مليار. المشكله من بعد نحب نرجعها ما نلقاش كيفاش. لحظه، انت تلقى مليار تهزه عادي؟ تسرقه؟ اي هزيت مبالغ كبيره فلوس ليها اكثر ذهب حبيبتي. هزي انت وصلت سرقت جدتي حبيبتي. شنو سرقت لها؟ ذهبها هزيته للبسيكياتر، ما نعرفش كيفاش خرجت، يمكن جيت لحظة. قداش يسوى؟ ملايين. سرقتي ذهب مماتك يسوى ملايين. اي ملايين. وتقولها تو نورمال قدام التونس الكل. اي اي اي. أنا جيت لهنا ساي ما عادش خايفة لا من حتى حد لا ما حاجتي بابا مني في حد. ايه؟ شنو هو آخر سرقت؟ حاجات دو فالور. دو فالور. كاو ذهب حبيبتي هزيت لامي زايده. شنو هزيت لها؟ دخلت للحبس. دخلت للحبس؟ اي. قداش شديت؟ عديت عام وشهرين وقوف. وقوف، تحكمت 9 شهور، عديت منهم 3 شهور في الرازي. شنو سرقت باش دخلت الحبس؟ جارتنا. هزيت لها؟ هزيت لها فرد ذهب. وباسبور. فسر لي تعطيني كانه انشخصوا في الجريمه. تتذكر اش عملت ولا تتذكر كيفاش سرقت؟ مشيت انا على اساس نطلع عليها تقرب لنا ميم طون قريب امي. مشيت عادي شو نطلع عليها نلقى ما نلقاهاش في الدار، نلقى بنتها وحدها.
وهي حتى باسبورها وبرما من ناحية فردتها مسافرة هي حطتهم في كي تدخل الدار كيما كيما تابل دو نوي معناها جوست حطتها في الكلوار. أنا خارجة هزيتهم خرجت. أي شكيت بيك؟ شكيت بيا. توقفت. توقفت رجعت الفردة؟ لا. ها؟ طيشتها هي والباسبور. شنو طيشتهم؟ طيشتهم هي والباسبور. ما تعرفش وين طيشتهم؟ لا قلت لهم وين طيشتهم ومشيوا ولوجوا لقاو دتخاس تاع الباسبور والفردة بيان سور شكون مشى لقاها فرد. اي تو انت كي تهز وقتاش يرجع لك شاهد العقل؟ ساعات ما يرجعليش. وساعات نحس بنوع من الندم نحب نرجع ما نخاف من رياكسيون نتاع الشخص هذاك شنو باش يعمل لي معناها. وما عندكش حاله نتاع انت شاك تهز حاجه تقول بارفوا جوست في كل لحظه هذيك معناها. لا لا كي تسرق بشر انت تفرح؟ بيان سور عديتها عليك. معناتها كي هزيت مثلا سرقت الذهب مامتك. فرحانة كي سرقته؟ اي فرحانة وخرجت به من الدار وعلى اساس وقتها ماشي انا نقرا وموري مريقلة ما نعرفش هكا بروسكومون نلقى روحي هزيت تاكسي هبطت النابل لوج على لوج على ما نعرفش شكون ماني فاهمة حتى شيء. معايا صاحبتي تقرا معايا قالت لي شبيك؟ قلت لها لا حتى شيء. قلت لها نحب حد نحكي معاه. قالت لي برا شفت بيه بنفسي. انا احنا متعدين كلمت التاكسي قلت له بلي تعرفش طبيب نفسي لهنا؟ قال لي فما الدكتور. قلت له هزني لي. هزني لي دخلت له لقيته فارغ ديجا انا والوحده حليت الساك وفركت فرتها الكل قدام وعمل لك. قال لي شنو هذا؟ هذا كل شنو هذا؟ قلت له راني عملت وعملت. لحظه 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 لحظه. قال لي اقعد لهنا انت ساعه ما تحركش من هنا واعطيني نمر امك ولا ابوك. امي بيسكو هي مطلقه في دار جدي ورافضه الحكايات هذيا وكلمات كلمت بابا قالت برا شوف بنتك شبه. جات هزت ذهب امها وراحت على روح. من وقت انا كنت مع امي خرجت من عند امي وليت عند بابا. قالت له مشي شوف بنتك شبه. هز امها وروحت على روح؟ اه كهو كهو ما تنجمش امي ما تنجمش امي انا عذرتها. وخلتك غادي؟ خلتني غادي خاطر البسيكياتر رقدني وقتها زرقوا لي ديجا وقالوا بنتك من قبل هكا قالوا ايه قالوا لي نمبورت كيل شوز مش كان دي شوز بريسيو ولا دو فالور لي نمبورت كيل شوز. حليت في عينها رايت هزها سون ديسكسيون. تهز فرشيته سؤال اخر. فرشيته من ريستورون تسرقها تسرق انت فرشيته من ريستورون تفرح؟ اي نفس الشعور هاني قلت لك يعني لا لا سؤال سؤال تفرح؟ اي اي كي تسرق بابي مشوار تفرح؟ اي عادي. اي تسرق بريكيه تفرح؟ بيان سور. اي اي بيك يبدا عندك فلوس نمشي نقضي بها الكل ونروح فرانكلي. لا لا يبدا عندك فلوس وتلقى فلوس نهز خلينا نزيد حبنا فيهم شويه نهز يبدا عندك مليار ومليار اخر لا 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 مش مليار اخر وتلقى 10000 نهزها نهزها تسرق حتى دينار نهز. معناتها وضعيه مش سهله. لا نهز نحكيو على حاجه مش سهله. به تعالجت؟ لا خاطر الطبيب اللي كنت انا نتبع عنده انا وقتها ما زلت مباشره في الخدمه. الطبيب اللي كنت نعدي عنده من مساوئ الصدف مش من حسن الصدف انه من الطب نتاع الجمهوريه التونسيه الكل تختاروا اداره مصالح الصحه بوزاره الطبيب ليها. 24 اور ديجا عندي الاوراق عندي كل شيء 24 اور تسكر الكابيني ويطلع لتونس. ومش نمشي هو البسيكياتر هو الطبيب ما كيزمك ترتاح له باش تحكي له باش هو يتسمى الصندوق الاسود. اي وهو يتسمى امين سر. ما نعطيكش معناتها الطبيب النفساني الناس تخاف بالطب النفساني. هز وليداتكم اللي كان عنده مشاكل امشي انت صديقي برالو برالو باش تلقى انسان يسمعك صندوق اسود وسرك في بير وتتفرهد. فما شكون يمشي يحكي للطبيب النفساني امشيو للبسي. صحيح راه فما شكون يمشي يحكي ويروح ما عنده حتى مرض يحكي وتتفرهد على مسؤوليتي تمشي تتفرهد باهي. اش عملت بعد؟ بقيت هكاك من غير لا دواء لا طبيب لا هو الوحيد اللي كان معناتها فاهم لي تام تاعي والدواء نتاعو ماهوش مأثر فيا معناتها مش مأثر فيا خاطر الدواء اللي ناخذ فيه انا تويكا كلي يدوخك يفشلك معناتها نبدا دايخه اما كونسيونت نسمع العباد فاش تحكي ما نجمش لا نهز يدي لا نحل عينيا لا نتكلم لا نعمل حتى رياكسيون معناها مانيش موجوده في الواحد في العالم جمله.
كيش كيت بيا جارتنا هذه دخلت للحبس. كي دخلت للحبس مرة الأولى حبس. استسهلتها الحكاية حبس. عادي تروح. طولت المدة. نعمل محاولة انتحار. نشرب دواء السكر نتاع مربوطة أخرى غاديك. في الحبس. في الحبس. عديت 9 شهور. عديت عام وشهرين وقوف. عام وشهرين. وقوف. تحكمت في 9. بابا. بوك. الوحيد بابا، أمي ما تنجمش، خاطر يمكن خويلي توا باش يعرفوا لينا كنت في الحبس، في بالهمش. مالا الليلة أنت جيت في حلقة معناتها الكل في الكل. وخويلي بحكم خدمهم وبحكم المكانة نتاعهم في المجتمع وبحكم أنا ريسكت برشا حاجات توا. أنت مرا قوية برشا اليوم. أنت اليوم جيت باش سامحوني معناتها تفرك الرمانة. إلى متى كاتمتها؟ خاطر أنت زادة عملت لكن أنت زادة ضحية راهو. فداء اسمك. فداء فهمت؟ أنت زادة ضحية راهو، وأنا متأكد اللي يتفرجوا فينا الكل باش يكتشفوا أنت زادة ضحية. ثماش واحد راهو يجي يحكي على روحه يقول كنت نسرق. ثم واحد يعملها يجي في تلفزة. أحكي أحكي لي نسمع فيك. بابا هو الوحيد اللي كل جمعة يجيني كل نهار خميس يجيني أنتخ تو عندي جدي بو بابا متعلقة بيه بصفة غريبة أنا مرض حشيك ولطف بعد الشر عليك وعلي يسمع بالكونسيل ربي لحظة في دي نرجع شوية الحبس أنا جايين للجدي الحبس بيه في الحبس صارت شي مرة مشادة بينك أنت وقت تيكواندو قلت لي بطلت في تيكواندو أي في المنتخب الوطني للتيكواندو في المنتخب الوطني في تيكواندو وعيطوا لي باش نمشي لستاج الكوريا وهزيت قداش من مرة دمي داي وشهيدي وكل شيء موجود وفجأة قلت لك العاد نحب خدمتي أونتخ بارونتيز راني غيابات دون مبرر راني على الغيابات تيكواندو كيف كيف غبت أنت تعزلت على الغيابات غيابات باش نبداو واضحين باهي إيتو هذا انا جيت تحكي على الغيابات وهي تعرف البوست اللي كانت تخدم فيها شنو هي فهمتني ولا انت ماش اونيت انت علاش جيت باش تطلب السماح الساعه من بوك باه بابا عام وشهرين هو اللي كل جمعه يزورني بابا اللي بوه راقد في صفاقس من قفصه راقد في صفاقس يجيني نهار الخميس يزورني عاود يمشي يرجع لقفصه عاود يمشي لصفاقس عاود يجيني ليا انا بابا اللي عمل لي 4 محامين بابا اللي جري باش مشيت للرازي بابا اللي جبد لي لي دوسي ميديكال نتاعي الكل تو ديجا الموجودين بابا اللي يضرب معايا على خدمتي بابا اللي مشى للعبيد اللي انا سرقتها والعبيد بابا هو اللي عمل كل شيء انا بنت بابا ما نعرفش علاش قلبي كسيح يمكن في بريود ولا كان كانت غرتني الدنيا ولا هو لما حاله كان بابا الدنيا امي العالم راه ما نجمش ننسى امي اما بابا يا الله تحيه لكل اب نفرش فيه قديش 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 متشوق اني نرابوك حبيت نفرحه خاطر انا يمكن فرحته في الباك فرحته دخلت ليكيب ناسيونال فرحته دخلت نخدم فرحته كي يسمع روفيتي يقولوا له تبارك الله عليها ملا طفلك في جي غاديك يبدو هكا هكا بيه معناها يبدو كيفاش الطفل هذيك بابا اللي مسكين خذاوه يمكن بابا مثقف ممكن صدق حكايتهم ساحرينها وهم عاملين لها بابا اللي يدور مسكين من عزام العزام وملاين تفحى هم ساحرين لي بنتي بابا اللي باكو دواء تويكا 290 دينار ويلزمني دو سيونس عند بسيكولوج في الجمعه سيونس ب 60000 ابار سيونس 60000 تاع البسيكياتر هذه على مرض السرق على لا هي على الكليبتوماني ابار اللي انا عندي تروبل دومور معناها ولا لي تروبل دومور ولا لي بيبولير ثنائيه القطب تيب 2 باهي تو يتفرجوا فينا فهمت ولا مش المشاهدين انا مثلا ما فهمتكش تيب 2 بلو دومور هذوما باهي الميزاج انا تو نبدا نحكي معاك انا فاهمه كل شيء معناتها بروبو مرضي نبدا نحكي معاك نضحك فجاه تجي في مخي حاجه نبكي ماكش نسكت نخرج من بحذاك انا تو لابس عليا نخرج تلقاني شاربه الدواء علاش شنو اللي صارك تشرب الدواء شنو عليه باهي معناتها انت تو مزاجيه باهي انت ما منش فاهم فاش قاعد تحكي اما احنا تو نشوفوا في تيار باش نزيدوا الساده المشاهدين تفهموا
ماني اسكو يتحاسب معناه كيف وكيف اي انسان اخر عادي ولا فما اجراءات تاع تخفيف عقوبه ولا اول حاجه اول حاجه هو قيمه المسروق قيمه المسروق تحدد راه مش كيف يسرق 100,000 كيف ما يسرق 100 فرنك و ظني مش نفس الشيء اي الحاجه الثانيه يعني اكل ذنب شعور بالذنب الكليبتومان ولا الكليبتومان الانسان اللي يعاني من الاضطرابات هذه عاده تلقى عنده احساس بالذنب ويجي يستعرف في عديد الحالات تلقاه تقولش عليه يكاد يقول لك عيش خذوني هونا ناخذوا راي اهل الاختصاص نفسي باش نفهموا المرض هذا بالضبط شنية هو باش نفهموا حجم المعاناة اللي عانيتها انت وقديش انت ضحية قلتها وقاعدة نعاني وقديش انت بقلبك وقديش انت قوية وقديش انت باش تخرج منها الوضعية تعرف باش فسر لك علاش باش تخرج منها الوضعية شطر الشفاء في علم النفس هو الوعي بالحالة فهمتيني فهمتينيش انت تو في وسطك زوز واحدة تهز والأخرى تقول لها ما تهزيش أنت في وسطك زوز الأخرى تقولها نورمال حتى لو كانوا حرام أي. الأخرى تقولها لا ربي ما يحبش أنت تو في وسطك زوز واحدة تقول لك برضي بوك ورضي ميمتك والأخرى تقول لك تيش يهمك هز أنت تو في وسطك زوز واحدة طيبة على الأخر والأخرى ما يهمها في حتى شيء باش ما نقولوش شريرة اسمعيني كيفنا نحن بالضبط البشر انت ماكش بعيد علينا عندك دوزه توا عندك صراع داخلي باطني بيناتهم الزوز وفاء الطيبه والمرضيه والسمحه والمزيانه والقويه هي اللي باش تنتصر لانه انت بنت اصل تحيه كبيره برشا لك بوك غيظته منك حاجه شنو خرجت من الدار و كيفاش دخلت للحبس وكيفاش معناتها وسخت له انت ما وسخت له سمعته معناها قدام الناس خاطر كيما قلت لك العباد ما ترحمش راه العباد تو كي باش تشوفني اي ما هذيك اللي هزت لنا ما هذيك اللي عملت لنا ما هذيك اي اي اي, أي خلينا نقول لهم العباد اللي هزت لكم يلزم تقراوا شويه تدخلوا سير يوتيوب وتشوفوا البسي شنو قال البنيه هذه راهي ضحيه مش معناته اي انسان تو يسرق وكذا ضحيه هذاك مريض ثم اعراض تم تشخيص للحالة هذه وقت اللي شخصوا لها الحالة متاعها تعيش مرض نفسي به بوك اليوم جاي باش تطلب منه السماح بوصلوا ساقيه مش نطلب السماح ركبته توجع فيه سكر ودم كل جمعة يكركر في القفة أربع محامين بابا اللي جاني للرازي بابا اللي عاد كبير ما يعيدش ويشري لحم ويشوي لي باش يجيب لي وانت في الرازي انا في الرازي احكي لي شويه على الرازي اوه يا عالم حسيت باش تغني طب يا عالم يا عالم انا تنقلت بين برشا عوالم معناها السجن رازي الدنيا هذه اسمعيني حبيتي شي شخص في الحياه انت عشتي قصه حب في الحياه فاشلة تو قاعده نعيش لما حاله في قصه حب هو شجعني باش نجي شويه لهنا هكا الله اكبر الله اكبر الحب قهر الامراض قهر الامراض الحب يفيق كالراقد الحب هو اللي شجعك نوعا ما باه كي اقترحت عليه الاقتراح قال لي فازي مادام بوك مادام بوك قال لي فازي وبوك شو اسمه قلنا؟ سيد تيسو سيسو؟ لا مش سيسو لا سيد تيسو سيد تيسو؟ اه خليها وانت شو اسمك؟ لا ليسو فلوس فلو ليسو لا ليسو بس دخلت بعض يعني تو انا حاسيلو خنفوس قطوس فلوس خنفوس قطوس فلوس والحبيب اش باش تسموه؟ انا عرفت بكوس منزول قطوس فلوس خطيب بركوس اسم ليه نسال فيك راه على حكايه الرازي راه بكل محبه تحب تحكي تحب ما تحكيش لا ليه عادي نحكي انا كل شيء هو في باله بكل شيء راه هو رقدتي رقدتي ثلاثة شهور ثلاثة شهور الايامات كيف بعضها واللي عشتوا انت في العمر هذا قداش عمرك؟ 26 سنة صغيرة صغيرة برشا وبرجولية الحياة قدامك أبارتي من اليوم ثم صفحة جديدة إن شاء الله صفحة جديدة ثم صفحة جديدة وتنسى الكل باش يقفوا معاك
باش يساندوك تاو تشوف باش تتقلب بالدنيا الكل مساندة لك انت. انا بالنسبة لي انا سعيد اني قابلت مرا كيفك. يا عايشك والله سعيد. اي بوك الليله باش ترفع له راسه، باش ترفع له راسه، خاطر راه ماهوش عيب واحد يقول راني مريض. ما عليكش مليه اختي، قلت راني مريضه. سايبوها الطفله. سايبوا لي بابا، سايبوا عائلتي. مريضه، مرضت، غلطت، شنو هو؟ شنو هو الوضعيه اللي ورينا عايشين فيها؟ تنهم نمشي لامي ما نجمش. ما تنجمش تمشي لامك عليه؟ انا قلت لك ما تنجمش. اخواني ماهمش خايبين باهيين راهو. اي عائلة امي الكل باهي. مجتمع تهز يد خفيفة. فوالا. شنو المشكلة يا خويا؟ حتى امي تقول لي ليه ما تجيش تنقابلوا لبرا؟ تخرج لي. لحظة خنفسروا حاجة. خنفسروا حاجة. ثم ناس راهم عندهم ديتيك في الحياة. عندهم ديتيك في الحياة. أنا نعرف شكون مثلا تقول له كلمة يذبك ديريكت بكف. والله العظيم موجودين في الحياة. تو كي انت تعرف والعائلة تعرف اللي كونه السيد هذاك كي تقول له الكلمة هذيك يضربك بكف باش تلوم عليه. إلي مالاد مريض. كيما هذه مريضة وباش تتجاوزها المرحلة ما تجي تحكي عليها. باهي انت شنو تحس في روحك توا بارابور لقبل؟ يمكن خير شوية من قبل. إيه ما لقيتش حتى حل، ما عادش فما حل، نحب حل. بالحق نحب. شو الحل اللي تحب تلقاه لي؟ شو الحل؟ نحب نفرح بابا. ايه؟ نحبه ويفرح. بابا عنده اكثر من 10 سنين ما فرحته بحد شيء راني. قبل كان فرحان بنتي في ليكيب ناسيونال، بنتي في الوزاره، بنتي درا شنو. تو ضرب اثنين قال لي كيدق الباب نتفجع. فلان جاي يشكي منك هزيت له. انت تو قداش عندك ما هزيت شيء؟ ولا ما تعرفش؟ اعطيني صدقا كيما كنت تحكي بكري. من الحبس ثلاثه استناني. انا دخلت كي خرجت من الحبس زدت هزيت. هزيت البابا، هزيت لي حوية مش حاجه متاعي انا في الدار هزيتها. مش مشكله هزه. لا لا ما تعرفيش كيفاش يا خويا طول عمري تقابل معاك وقلت لك تحب تهزي حاجه فهمتي. تو نجي انا بجنبك هزي لي ونطلقي في سبيل حالك. نبدا ركش بجنبك هك تخلي مكتوبي انا واقفك نوين. حط حط يدك، حط يدك، حط يدك، حط يدك. عايشك عايشك. حط يدك هزي هزي وانا في بالي وانت في بالك ونطلقوا في سبيل حال. انت سايبينا بربي. انت زاده توا في مرحله مهمه برشا. الحلقه نتاع اليوم انا متاكد اللي هي حلقه باش تغيرك على الاخر، لانك باش تطلب السماح من اروع رجل في العالم اللي صبر معاك. تمرمد مش كل الاباء كلهم كيف كيف راه. تمرمد برشا راه. وتمرمد وضحى وتعب ومرض مش كل الاباء يتحملوا. ردي بالك مش كل الاباء. بوك كان بو وصاحب وخو وعشير وسند. هذايا البو وما طيشكش وزارك وهز القفة ووكل وشرب وكذا وتحمل كلمات الناس. أنا فاهمك الكل هذايا فاهمه. الليلة أنت تو وين تعيش الساعة في ده؟ كل مرة في بلاصة، مرة في دار عمتي في قفصة، مرة بعد أصحابي هنا في تونس، مرة كل مرة في بلاصة. علاش مش في دار بوك؟ أما بابا وقتها قال لي ما ترجعليش كي قال لي كي ترجع لازمك تمشي تداوي. انا عندي ليتر دوسبيتاليزاسيون في الرازي. قلت ما نرجعش للرازي على الشيء اللي شفته، ما نحبش نرجع للرازي. قال لي انا ما عنديش الامكانيات اللي انا زادة كل شهر. تعرف شو نعملوا الليله؟ نقدموا شوي ساعه ادعو التوانسه انهم ما عادش يفادلكوا بعلم النفس. ما عادش يفادلكوا بعلم النفس. ولدك تشوفه هكا مثلا في وضعيه ما وكذا هزوا اللبسي. ما تعرفش تنجم تضره، تنجم تدمره. راك راهو لبسي هو الحل الوحيد. يعرف يحكي معاه، يعرف يقعد معاه، ويعرف ايش يعطيه. باش نفسر لكم باش معناتها زاد علم النفس. علم النفس مثلا في عوض باش يعطيك مثلا ثلاثة حرابش في النهار، مثلا انت عندك راسك يوجع فيك ولا عندك قريب، ويعطيك ساشي باش تشربه وكذا. لبسي نفس الشيء. يقول لك يا سيدي يلزمك تقول ثلاثة كلمات هذوما في النهار، يلزم تقابلش هذا في النهار، يلزمك تقابل هذا في النهار وتغزل للشمس في النهار. هذوما ما تعرفش تعملهم أمي، ما تعرفش تعملهم أختي، ما يعرفش يعملهم أي إنسان، ما يعرفش يعملهم المدب. وردوا بالكم يعرف يعملهم لبسي، يطلعوا في الشخصية ويقويوها. احنا الليلة باش نعملوا دعوة لأي بسي يسمع فينا في العالم وتكوني أنت التحدي متاعنا. إن شاء الله. ونعملوا من أجل
فهمني ولا خاطر البرنامج هذا صافي قلبك يضرب على الاخر باش يقعد 10 سنين مينيموم ان شاء الله. باش نعملوا تحدي من هنا ل 10 سنين فداء ما عاد تمد يدها لعطشي. شكون يدخل معنا بسي تو في تحدي؟ فهمتني؟ خاطر في البسي يدخل معنا في تحدي والبنيه هذه يحطها في عينيه وكذا فهمني باش تبرأ نهائيا ونشوفوا حكايه الخدمه ونشوفوا حكايه المستقبل. اي 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 ونشوفوا حكايه الخدمه وترجع تتريني تيكواندو. يلزمك ترجع تتريني الساعه الساعه باش تبرأ يلزمك ترجع تتريني تيكواندو. قال البسيكولوج يلزمك ترجع تتريني. انا ساعات كنت نحس روحي مخنوقه ديريكت ندخل نبدل نخرج نجري تاع البوكس نخرج نجري 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 ما عادش نجم نتنفس. اضرب والله تتنفس ترتاح. زاد انا انتم الجمهور هنا اعملوا الساك تاع بوكس في دياركم. ترينا ترينا ترجع تترينا اوكي باهي. بوك اسمه كمال والكمال لله. متشوقين تحبوا تشوفوا السي كمال؟ ما سمعتش الفيراج متشوقين؟ فيدي من غير بكاء قويوا على الاخر توا شخصيتنا وباش نفرحوه قول له الكلام اللي تحبوا تقولوا الكل اوكي؟ يسي عاد يبكي هاي ولا بالحق؟ فيدي نعم. هاي لبسي باش ندبروا بسي فهمني ولا الليله باش نداويوك اوكي؟ عندك فيه ثقه؟ اوكي.